الحمد لله يا إخواني. لو طالب دخل الآن متأخرا عن المدرسة، أو موظف دخل متأخرا عن الدوام، كيف يكون حاله عند الدخول؟ يعني برأس منكوس وعذر مهموس، يعني مشعر بالخزي. بالله الآن لو نحن تأخرنا عن ربنا في صلاة الجماعة أو في وقت الصلاة عموما، تأخرنا عن الوقوف بين يديه، هل عندنا شيء من الشعور هذا والاستحياء منه تعالى؟